عندي هنا كوبايه الا ربع زبده ماشي، وكوبايه سكر. حلو الكلام. ونبدا ان احنا ايه نضربهم مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اسهل حاجه حلوه الكوكيز ده، اسهل حاجه حلوه. كوبايه الا ربع زبده، وعندنا انواع زبده كتير وباسعار كتير اللي يعجبك. حطيت كوبايه سكر، حطيت كوبايه الا ربع زبده. حلو اهو، بيضايه واحده، فانيليا باكو فانيليا او اتنين، ونضربهم. هحط هنا يعني قولي كده ربع كوبايه من الكاكاو حسب ما انت حابه شكله ايه، وبيكنج صودا نص معلقه صغيره، ومعلقه من البيكنج باودر. معاك كل المقادير على الشاشه يا جماعه، ورشه الملح. واضرب ده كله مع بعضه كده، واحط كوبايتين الدقيق. دايما سمع الاكل يطلع حلو جدا ان شاء الله. نلم ده كله ونجيب بقى معلقه ونحط كوبايتين دقيق، يعني الا شويه كده نخليهم في الاخر، عشان لو لاحظت العجينه ناشفه خلاص ما تحطيش ايه حبه الدقيق الفاضيين دول. والم بقى عجينها بالبضايه وخلاص على كده. عندي بقى شوكولاته شيبس، عندي شوكولاته عاديه وكسرتها، ايه اللي انتي عايزاه. بس دلوقتي مش هحط هنا، انا هحط على الوش. هي بصوا هي شكلها اهي، شايفين شكلها ايه بعد ما تخلص؟ طبعا مش هلحق يعني هوريكم اللي انا عاملاها دلوقتي، بس انا هوريك قوامها واوريك ندخلها ازاي ايه يعني شكلها ايه. فانا بحط ما بحطش في كلها، بحط على وشها كفايه قوي. شوية زيت، وادي كده قرص الكوكيز اهو، ونروح حاطين بقى الشوكولاتة كده على وشها، وراح مدخلها الفرن. خلصت اهي.